بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 أن تتلقى 2 طن ليكون إجمالي ما وصل إلينا 54 طن على عدد 17 دفعة بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة بإذن الله تعالى بيتم تسليم اللحمة لمدير الإدارات لتوزيعها على مستحقيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا يمن علينا وعلى مصرنا بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. وتحية من أهل الغربية ومديرية أوقاف الغربية إلى السيد معالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على دعمه لفقراء أهل الغربية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.